فيها بدأنا في البلاد، وقلنا البلاد دي عبارة عن بلازما وعبارة عن سيلز، كانت 5 لتر بلازما وسيلز. البلازما اتكلمنا عنها خلاص وقلنا كل حاجة فيها، كانت مجرد تفاصيل صغيرة. السيلز اتكلمنا عن الاريثروسايت وقلنا برضو كل التفاصيل بتاعتها. اللي احنا هنتكلم فيه حالا ان شاء الله هي الليوكوسايت، فاللي هنبدأ معانا حالا هي الليوكوسايت اللي هي كرات الدم البيضاء، صفحة 13 في المذكرة بادئ أول حاجة ويقول ليوكوسايت. ليوكوسايت اللي هي الوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء. بيقول ليوكوسايت ار كالرلس، وخد بالك هنا من حاجة، كرات الدم البيضاء ملهاش لون. كرات الدم البيضاء ملهاش لون، واحدة كده زي كرات الدم الحمراء لونها أخضر مصفر. بس الفكرة في حاجة بقى، كالرلس وين سنجل، وايت وين باكد، يعني كل واحدة لوحدها لو بصيت عليها بتلاقيها كالرلس ملهاش لون، انما لما تجمعهم كلهم مع بعض بتلاقيهم ادوك لون ابيض، عشان كده سميناها كرات دم بيضاء لانها بتكون عليها التجمعات اصلا. فيقول ان الليوكوسايت بتبقى كالرلس ملهاش لون، سفيريكال مدورة، ترو سيل. ترو سيل يعني ايه؟ فيها نواة وفيها اورجانيل بقى، يبقى ده اول فرق هناخده او تاني فرق بينها وبين كرات دم حمراء. كرات الدم الحمراء من غير صبغه كان لونها جرين شيل، دي كالرلس. الثانيه كانت نوت ترو سيل، دي ترو سيل يعني في نواه وفيها اورجانيلز. وعاوزك هنا بقى تاخد بالك من حاجه، كرات الدم البيضاء يا جماعه بتخلق بداخل نخاع العظم، زيها زي مين؟ زي كرات الدم الحمراء. ثم نخاع العظم ينقلها الى الدم، وهي في الدم ما بتقعدش في الدم اكتر من يوم، فتره عمرها في الدم يوم. ثم لما تروح الدم تخرج، تروح الكونكتيف تيشو، تروح النسيج، لان كرات الدم البيضاء وظيفتها الرئيسيه هي الدفاع عن الجسم، مناعه، عشان كده هي بتطلع من البون مارو تروح الدم، والدم ياخدها يبعتها بعد كده للنسيج اللي فيه اي اذى عاوز يتعالج، وبالتالي هي بتصنع فين وتمشي فين عشان تعيش فين؟ تصنع في البون مارو عشان تروح الدم عشان تعيش فيه النسيج. بقول زي مايجريت فروم بلاد تو تيشو، بتهاجر من الدم للنسيج باي اميبيويد موفمنت، بالحركه الاميبيه. الحركه الاميبيه دي اللي هي بالاقدام الكاذبه، تلاقي كره الدم البيضاء يا جماعه احنا شكلها بيكون ايه؟ سفيريكال مدوره. بنبص نلاقي اثناء ما تكون بتتحرك الشكل بتاعها بيبقى عامل بالطريقه دي كده، بتلاقي عملت اقدام كاذبه وبدات تتغلغل، وهقول لك ليه. الوعاء الدموي وهو موجود يا جماعه ما بيكونش كده، الوعاء الدموي بيكون فيه ثقوب، بيكون متفتح، وكره الدم البيضاء حجمها اكبر من حجم الثقب ده، عشان يعدي منه لازم اللي يحصل يعدي حته حته، يوم جاي مدخل مثلا الحته دي كده معديه ثم يسحب الباقي وراه، اسمها حركه اميبيه، لان ما بتعرفش تعدي مره واحده، لازم تعدي باقدام كاذبه. بالتالي بيقول ان هو بتهاجر من الدم للتيشو باميبيويد موفمنت، وازاي بيرفورمز الفانكشن اللي هناك بقى بتأدي وظيفتهم، يبقى وظيفتها بتكون في الدم ولا في النسيج؟ في الاثنين. كرات الدم البيضاء ليها وظيفه في الدم وليها وظيفه في النسيج، بس الوظيفه الاساسيه بتكون في النسيج. لازم تعرف المعلومه دي، هي بتكون في الدم بتأدي وظيفه في الدم، لان لو في حاجه ضاره في الدم كرات الدم البيضاء بتعالجها، بس مكانها الرئيسي انها تروح في النسيج. وبالتالي هي كالرلس سفيريكال ترو سيل، بتكون عايشه في الدم، بتكون اسف متصنعه في البول مارو، تروح الدم يبعتها للنسيج تؤدي وظيفتها في النسيج. بالنسبه للنمبر بيقول النمبر اوف سيركيوليتنج اليوكوسايت، عدد كرات الدم البيضاء اللي في الدوره الدمويه از نورمالي من 4000 ل 11000 واحده في كل ملي متر مكعب. انتوا واخدين بالكم الفرق الشاسع؟ هناك كانت ايه؟ مليون، مليون، من 5.2 ل 4.2 مليون، هنا من 4000 ل 11000. عشان كده دورة حياة كرات الدم الحمراء طويلة، ودورة حياة كرات الدم البيضاء قصيرة، عشان خاطر اللي عدده قليل بيتصنع بسرعة، فما عنديش مشكلة لو اتصنع كل يوم، انما اللي عدده كبير ياخد مجهود، فلازم يقعد 4 شهور عما اصنعه تاني. اللي عدده قليل تصنيعه سريع، فكل يوم اجدده. كرات الدم الحمراء بتقعد 4 شهور معاك تتجدد، في الـ4 شهور دول بيكون نخاع العظم بيتجهز.
فبالتالي واللي بتكون من 4000 ل 11000. فاكرين زياده العدد بتاع كرات الدم الحمراء كان اسمه ايه؟ زياده العدد. انا كلمتي واضحه، زياده العدد بوليسايسيميا، والنقص كان اسمه انيميا. زياده كرات الدم البيضاء اسمه ليوكوسايتوزيس، نقص كرات الدم البيضاء اسمه ليوكوبينيا. كلمه بينيا معناها نقص، وسيتوزس معناه اعاده تصنيع او زياده تصنيع. وبالتالي زياده تصنيع كرات الدم البيضاء معناها زياده عدد كرات الدم البيضاء اسمه ليوكوسايتوزس، والنقص اسمه ليوكوبينيا. والعدد كان من كام لكام؟ من 4000 ل 11000. اقل من 4000 اسمه ليوكوبينيا، اعلى من 11000 اسمه ليوكوسايتوزس. فيبدا اول حاجه بالليوكوسايتوزس، بيقول ده معناه زياده عدد كرات الدم البيضاء فوق 11000. وده بيحصل يا فيسيولوجيكال يا باثولوجيكال. فيسيولوجيكال معناها حاجه طبيعيه في الجسم، باثولوجيكال معناها نتيجه مرض. يعني ممكن نلاقي واحد يا جماعه كرات الدم البيضاء في جسمه عليت قوي، حاجه طبيعيه مش مرضي. ممكن نلاقيها عليت قوي سبب مرضي. تعال ناخد الاسباب الطبيعيه. بيقول during pregnancy، اثناء الحمل بنلاقي كرات الدم البيضاء عليت قوي. ليه؟ عشان بقت حموله 2 نفر، بقت حموله 2، بقى في نفرين مش نفر واحد، فلازم كرات الدم البيضاء تخدم على الام وتخدم على الجنين، فعدد يزيد 11000. ده مرض ولا طبيعي؟ طبيعي، بسميه فيسيولوجيكال. بعد كده بيقول لاكتيشن، اثناء الرضاعه. لاكتيشن معناها الرضاعه. حد يديني سبب. عشان الاجسام المضاده اللي بتاعت كرات الدم البيضاء تنزل مع الملك، البيبي ياخدها مناعته تكون قويه، فلازم كرات الدم البيضاء تعلى، الاجسام المضاده تزيد، تقوم جايه نازله مع الملك توصل للجنين او توصل للبيبي بقى، فيبقى مناعته كويسه. بعد كده بيقول افتر ماسكولار اكسرسايز، بعد المجهود العضلي. بعد المجهود العضلي بنبص نلاقي ان في عندنا بعض النواتج المتراكمه بتخش الدم تزود تصنيع كرات الدم البيضاء، يبقى نتيجه تراكمات من المجهود العضلي ده. اند افتر كولد باس، وبعد شاور ساقع. عشان كده يعني حاجه حلوه، شاور ساقع بيخلي مناعتك تزيد. عشان كده طبعا احنا بنعملها لسبب، بس هي لها سبب تاني. اللي بيكون عنده سخونيه بنقول له اغطس، هيقول له كده اغطس في ميه ساقعه. يعني لو بيبي السخونيه بتاعته ما بتنزلش، بنقول للام هاتي اي حاجه امليها ميه تكون ساقعه شويه وقعدي الطفل فيها، قعديها. طبعا احنا بنعمل الحركه دي ليه؟ يقول لك عشان تسحب الحراره، ده سبب. زائد ان الكولد باس بيزود تصنيع كرات الدم البيضاء، فيخلي المناعه تعلى تحارب الحاجه اللي عامله الحراره اصلا. فلما يكون الكولد باس ده بيعلي المناعه، بيزود تصنيع كرات الدم البيضاء، ده حاجه كويسه. حتى في الشتاء اي وقت. الف سلام عليك. الباثولوجيكال المرضي، الحالات المرضيه بقى. بيقول لي ان اكيوت بايوجينيك انفكشن، كلمه انفكشن معناها عدوى. عدوى، واي عدوى يا جماعه تخش جسمك لازم تزود كرات دم البيضاء عشان تحاربها. بس كلمة أكيوت معناها حصلت بسرعة وعملت تأثير بسرعة، يعني عدوى دخلت بسرعة وعملت مرض بسرعة. وكلمة بايوجينيك معناها بتكون صديد، عدوى سريعة كونت صديد، عدوى كونت صديد. لأن الأكيوت بايوجينيك انفكشن ده معناها بكتيريا، معناها بكتيريا. كلمة أكيوت بايوجينيك انفكشن معناها بكتيريا، وأي بكتيريا تخش جسمك تزود مناعة جسمك، مش هي اللي بتزوده، ده جسمك اللي بيزود مناعته. ليه؟ عشان يحاربها. بيقول اذا في حاله الابسس، ابسس معناها دمل، الابسس ده اللي هو الخراج الدمل. في حاله الاكيوت فلوكولار تونسلايتس، التهاب اللوز، تونسلايتس تونسل معناها اللوز، تونسلايتس معناها التهاب اللوز. اكيوت فلوكولار تونسلايتس التهاب اللوز اللي بيعمل سخونيه، واكيوت ابندسايتس التهاب التهاب الزايده الدوديه، التهاب الزايده الدوديه. من الاخر يا جماعه، اي كلمه تجيلك اخرها ايتس دي بتزود المناعه،
مش انا مش بقولك سكي، مش بقولك حاجه تحفظها كده عشان نرول يعني مع بعض. ايتس دي في اخر اي كلمه معناها التهاب. ايتس في اخر اي كلمه معناها التهاب، واي التهاب معناه انفكشن، واي انفكشن معناه زود عدد كرات دم بيضاء. الابسس ده اصلا نوع من انواع الالتهابات. يبقى انت عندك الليوكوسايتوزس زياده عدد فوق 11000، ممكن يبقى فيسيولوجيكال او يبقى باثولوجيكال. طب بقى ناخد الليوكوبينيا. ليوكوبينيا انا عاوز بس احضراتكم معلش عند كلمه الباثولوجيكال اكتبوا لي المرض ده. لوكيميا، سرطان الدم. لوكيميا سرطان الدم اللي بيحصل فيه الاتي، هو مش سرطان الدم، هو سرطان كرات الدم البيضاء، لان عدد كرات الدم البيضاء بيزيد قوي وعدد كرات الدم الحمراء والصفائح بيقل قوي. كرات دم بيضاء تعلى، كرات دم حمراء وصفائح تقل، ده اللوكيميا. فبالتالي اللوكيميا ده مرض، يبقى من ضمن الحاجات الباثولوجيكال اللي بتزود عدد الوايت بلاد سيلز. بالنسبه لليوكوبينيا بقى، ليوكوبينيا بيقول لي ده عباره عن نقص العدد تحت 4000. نقص العدد اكتر من 4000 ده بنسميه ليوكوبينيا، وده بيحصل في حاله الانفلونزا. ايه الانفلونزا دي؟ دور البرد العادي. الانفلونزا ده دور البرد العادي. سموها انفلونزا لانهم كانوا فاكرين زمان انها مس شيطاني. فقال لك اسمها انفلونس، مس شيطاني، لان العالم اللي كان بتاع الباثولوجي اللي عايش في العصر ده اكتشفها، بص تحت الميكروسكوب ما لقاش فيه بكتيريا عاملاها، لان اللي بيسببها فيروس، وكان الفيروس ما يتشافش تحت الميكروسكوب لسه، فما شافش الفيروس، فقال لك ده مرض ما لناش لاقي له سبب، ده اكيد مس شيطاني، فسموه انفلونس. انفلونس بالسي كانت معناها التاثير الشيطاني، واحد مسه وحاج ممسوس بحاجه. طبعا لما العلم اتطور لقوا ان هو فيروس، احتراما للراجل اللي قال المعلومه الهبله دي، قال لك هخلي السي زد يبقى اسمها انفلونز، اللي هي الانفلونزا. تايفويد فيفر ده عباره عن حمى التايفود. حمى التايفود واكسبوجر تو ايراديشن، التعرض للاشعاع، واكس راي اللي طبعا الاكس راي اللي هي الاشعه لانها كانت بتكسر نخاع العظم. حد يقدر يقول لي ليه لما بتكون هنزرع نخاع عظم الواحد بنعرضه لاشعاع؟ عشان يكسر له نخاع عظمه القديم اللي بيسبب له المرض، ونزرع له نخاع عظم جديد. ساعتها بتكون مناعته في الارض، ولازم بيتحط في حاجه اسمها كبسول، بيتحط في اوضه ما بيطلعش منها ولا حد بيخش له. كل حاجه بتكون معقمه، لان لو جات له بكتيريا مهما كان ضعفها قادره انها تموته، لانه ما عندوش مناعه خالص، مناعته صفر. لحد ما نزرع له نخاع عظم. بعد كده بيقول بالاي ام، عاوزين نبص عليها بالاي ام، وعاوز كده بعد اذنك تخليك معايا ثواني كده. كرات الدم البيضاء يا جماعه ساعه ما بنيجي نبص عليها لقينا الاتي. صبغناها اتش اند اي، بصينا لقينا فيه ثلاث خلايا جواهم جرانيولز. ثلاث خلايا جواهم حويصلات، وخليتين اتنين مش جواهم جرانيول خالص. ثلاث خلايا جواهم حويصلات في السيتوبلازم، وخليتين ما فيهمش حاجه في السيتوبلازم. فقال لك يبقى انا هسمي دول جرانيولوسايت وهسمي دول نون جرانيولوسايت، اللي فيهم جرانيول اللي ما فيهمش جرانيول. خدنا اللي فيهم جرانيولز بقى نفسها صبغناهم تاني، لقينا في مره الجرانيولز ما خدتش لون خالص، متعادله، وفي مره خدت صبغه حمراء، وفي مره خدت صبغه زرقاء. الخليه اللي ما خدتش صبغه سموها الخليه المتعادله نيوتروفيل، واللي خدت صبغه زرقاء سموها بيزوفيل، واللي خدت صبغه حمراء سموها ايزينوفيل، بدل كلمه اسيدو سموها ايزينوفيل، واللي ما فيهمش جرانيول خالص سموها مونوسايت وليمفوسايت. والجرانيولز دي نفسها بصينا لقينا ان في جرانيول خاصه بكل خليه على حده، وجرانيول موجوده في الخمسه. يعني في جرانيول معينه في النيوتروفيل، جرانيول معينه في الايزينوفيل، جرانيول معينه في البيزوفيل، وفي جرانيولز موجوده في الخمس انواع. فقال لك اللي موجوده في خليه بعينها نسميها سبيسيفيك لانها خاصه بدي، واللي موجوده في الخمسه نسميها النون سبيسيفيك. ولما بداوا يدوروا على النون سبيسيفيك دي شويه لقوا كل النون سبيسيفيك عباره عن لايزوزوم اصلا، انما السبيسيفيك لهم تركيب في كل واحده، هناخده في كل واحده بالتفصيل ان شاء الله. بص عندك بقى المعلومات اللي انا قلتها دي، بيقول لي بالاي ام
بيبقى عندي تو تايبس اوف جرانيولز، عندي نوعين اتنين من الجرانيولز، يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. السبيسيفيك دي بيقول لي بتمسك مع صبغه نيوترال او صبغه بيزوفيليك او صبغه اسيدوفيليك، يعني يا ما تتسبخش، يا تتسبخ ازرق يا تتسبخ احمر، كبر دماغك. تروح الناحيه الثانيه على النون سبيسيفيك، الاسم بتاعها اسمه ازيروفيليك. كلمه ازيروفيليك معناها مش خاصه بحاجه، موجوده في الكل وما بتتسبخش. دي بتكون برايمري لايزوسوم، عباره عن لايزوسوم اصلا. المعلومه ديت ما تركزش فيها حالا، هتجيلنا بالتفصيل ان شاء الله بتاع بكره. انا عاوز بس تخش لي على اخر حاجه معانا النهارده اللي هي اكوردنج تو البريزنس والابسنس اوف سايتوبلازميك جرانيول، حسب وجود الجرانيولز. واحنا قلنا الخلايا بنقسمها حسب وجود الجرانيولز الى ايه وايه، يا جرانيولوسايت يا نون جرانيولوسايت. بيقول اكوردنج تو بريزنس اور ابسنس اوف سايتوبلازميك جرانيول، حسب وجود الجرانيول من عدمه بنقسمها الى جرانيولوسايت وأجرانيولوسايت. يا جرانيولوسايت يا نون جرانيولوسايت. كلمة نون جرانيولوسايت هي هي أجرانيولوسايت. بص الكلمة معناها ايه؟ جرانيولوسايت معناها الخلية اللي فيها جرانيول. امال أجرانيولوسايت الخلية اللي ما فيهاش جرانيول. بالنسبة للجرانيولوسايت بقول الجرانيول فيها نيوكليوي، فيها نواة، والنواة دي بتكون على هيئة فصوص، ما بتكونش النواة حتة واحدة، ده بتكون متفصصة، وهناخد الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل والصورة عندك تحت. بص على الصورة اللي في السطر الأول هتلاقي النواة ما هيش حتة واحدة، ده فيها فصوص، بتكون تقريباً اتنين لوب أو أكتر، فصين أو أكتر. اللايف سبان بتاعتها فترة عمرها بتكون فيو دايز، أيام، بس ده فين؟ في النسيج، لأنها في الدم بتقعد ساعات، ما بتكملش يوم. انما اكتر من يوم ده لو راحت النسيج. مكتوب بعدها بيقول دايز باي ابوبتوزس. كلمه ابوبتوزس معناها انتحار الخليه، انتحار الخليه. الخليه بتكون مبرمجه انها تموت نفسها بعد فتره معينه. مكتوب دايز باي ابوبتوزس، بتموت بالانتحار اللي هو اسمه بروجرامد سيل ديث، موت مبرمج للخليه. اي خليه وهي بتتخلق بيتزرع جواها جين، الجين ده بيقول لها انت هتموتي بعد قد كذا. ده بنسميه بروجرامد سيل ديس، موت مبرمج في الخليه اللي هو اسمه الابوبتوزس. واللي في الكونكتيف تيشو طبعا. وخد بالك انا قلت لك هي السبيسيفيك موجوده فين؟ في ثلاثه. امال النون سبيسيفيك؟ في الخمسه. كلهم فيهم نون سبيسيفيك، بس في ثلاثه فيهم سبيسيفيك. عشان كده لو جيت قلت لك الجرانيولوسايت فيهم مين ومين؟ سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. واللي بيبقى فيهم السبيسيفيك والنون سبيسيفيك جرانيول دول الثلاثه. نيوتروفيل دي مسبوغه ايه؟ عشان كده هي الخلايا في النص. بص على اللي في النص كده هتلاقي السيتوبلازم ملوش لون. روح جنبها هتلاقي اللون بقى احمر، نسميها الزينوفيل. روح جنبها هتلاقي اللون بقى ازرق، دي اسمها البيزوفيل. من الاخر اي خليه اخرها فيل دي جرانيولوسايت. تعالى بقى نشوف الاجرانيولوسايت. في الاجرانيولوسايت بيقول نيوكلياي ار نوت لوبيوليتد، النواه ما هيش مفصصه، ده النواه اللي لقاها حته واحده. انت لو جيت بص على الخليتين دول هتلاقي النواه حته واحده. لو بصيت على الثلاثه اللي على اليمين هتلاقي ان هو متفصصه معاك، عباره عن اجزاء. واللي بيكون فيهم نون سبيسيفيك بس، نوع الجرانيول اللي موجوده نون سبيسيفيك فقط. وبيقول ان دول بيكونوا ليمفوسايت ومونوسايت. ليمفوسايت ومونوسايت، اي حاجه اخرها سايت نون جرانيولوسايت، واي حاجه اخرها فيل هتبقى جرانيولوسايت. ان شاء الله الحصه الجايه هنكمل من اول هنا. هنكرر تاني كده في لحظه حاجات الليوكوسايت في اول حصه، اقصد ساعتها يعني هنعيد على الليوكوسايت في لحظه ثم نكمل ان شاء الله انواع الليوكوسايت ونختم بالبليتلتس.